السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جروب لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. تلقاكم اليوم راجع لكم فيديو سلسلة جديدة بالقناة، سلسلة خميسكم فلة. سلسلة يعني عندنا سلسلة تندوس بدون فلوس، عندنا سلسلة خبر وتعليق، داول آخر الأخبار اللي دارت بالشارع الكروي في هذه الأيام. راح نتكلم عن ماغواير، التهديد اللي ياله عبر البريد الإلكتروني، وراح نتكلم أيضا عن إيريك تنهاج إلى مانشستر يونايتد، وراح نتكلم بشكل بسيط وسريع خفيف عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد. فثلاث مواضيع راح نتكلم عنها. بدأ بأول خبر اللي هو هاري ماغواير وصل له رسالة عبر تلفونه عبر البريد الإلكتروني أنه تم وضع قنابل في بيته، والبيت موجود، هو موجود بالبيت هو وزوجته وأبنائه، طبيعي يعني. يالا على البريد الإلكتروني إن هناك قنابل في بيتك. تم إرسال الشرطة والكلاب البوليسية إلى قصر الذي يعيش فيه هاري ماغواير وزوجته وابنتيهما، هما عندهم ابنتيهما. تم إرسال الشرطة والكلاب البوليسية ويتم التحقيق في موضوع القنابل. بعد هاري ماغواير سرع بالوضع وذهب إلى يعني بيت أحد من اللي يسرون لعمتي، ذهب والقنبلة لا زالت الآن في بيته، في قنبلة في بيته. الآن يتم التحقيق في الموضوع. خلوني أعطي رأيي فيه صراحة. هاري ماغواير في فترة من الفترات كان هو أفضل مدافع في العالم، يعني ممكن من توب ثلاثة أفضل مدافعين في العالم، ولكن في هذه الفترة هو مستوى سيء، ومن الأسوأ المدافعين في العالم. كارثة، كليمون لونغلي، ككارثة الفرنسي داوت أوباميكان. دائما الفرنسيين يا جماعة المدافعين عهات، بالإضافة لسامو لمتيتي في فترة من الفترات، لأن في 2018 كان من أفضل مدافعين في العالم لما حقق في فرنسا كأس العالم أمام كرواتيا في نهائي التاريخ. فصراحة ما أقدر مثلا أنا أقول إن هاري ماغواير يستحق هذا. ما توصل موضوع يعني موضوع كرة قدم لموضوع قنابل على إنه يسوي هذا. صراحة إذا على إنه على أخطاء أو أشياء المضحكة تم إرسال القنابل ووضعهم في قصره الذي يعيش فيه، فهذا موضوع غلط جدا. لأنه يعني لو مثلا هاري ماغواير مسوي مع الشخص هذا اللي حط قنابل في بيته، يعني مسوي في هوشة بينهم، في محاكمة، شنو هذا قاعد يسوي، يعني طبيعي من النوع اللي كذي. ولكن بصراحة لما نتكلم عن كرة قدم فلا يا جماعة، كرة قدم دائما بنحبها على جوها وعلى أشياءها بعيدا عن هذا العالم ولا هذا. فأشوف قرار خاطئ جدا من اللي حط قنابل، والآن يتم التحقيق في الموضوع وإن شاء الله يفوز يعني هاري ماغواير لا قنابل ولا شيء. لأن صراحة يعني حتى لا على موضوع أخطاء، ترى هاري ماغواير في بعض من الفترات كان من أفضل مدافع في العالم، ولما تشوف نسخته في الفترة الحالية مع إنجلترا فهو نسخة رائعة جدا من هاري، ولكن شتان بين ما يقدمه مع إنجلترا ومانشستر يونايتد. ولكن لا تظلمون، فهو يعني فترة من الفترات مثل ما قلنا كان أفضل مدافعين في العالم لما يكون أفضلهم. ف يعني رأيي صراحة شيء غلط ويحب جدا يا رجل مو لهي الدرجة. إيريك تنهاج إلى نادي مانشستر يونايتد. تكلمنا عن لاعب مانشستر يونايتد هاري ماغواير وخلصنا من الموضوع. الآن أنا بتكلم شوي عن إيريك تنهاج. إيريك تنهاج يا جماعة مدرب من المدربين الرائعين يتبنون كرة القدم الحديثة، اللي بيلعب كرة القدم العصرية الحديثة، اللعب الموضعي، الأفكار الهجومية، اللعب على أطراف في العمق، اللعب الشامل يلعب فيه تنهاج. تناك فترة من فترات صنع المعجزات مع أياكس أمستردام، ولكن المعجزات صنعها لوكاس مورا. صنعها لوكاس مورا بممتازة تاريخية هستيرية استثنائية، وأخرج أياكس أمستردام في نسختهم الجبارة. وأيضا في هذه النسخة من دوري أبطال أياكس قدم نسخة رائعة جدا، وأنهى دوري المجموعات ب 18 نقطة من دون أي خسارة، فوز، كما أنهى ليفربول وبايرن ميونخ. بعدها جت الصاعقة، لعب ضد بنفيكا، لعب الذهاب مباراة صعبة وتعادل فيها، ذهب إلى الإياب وخسر بنتيجة 1-0 عن طريق الأوروغوياني داروين نونيز برأسية رائعة جدا. وبعدها فريق بنفيكا تكتل في الدفاع، أياكس حاول ما يمكن إنقاذه،
ولكن أمام بنفيكا والجرينتا مع المدرب الجديد لا تقدر يا تينهاج. تينهاج سألوه في عدة مؤتمرات صحفية، يمكن بالمؤتمرات الصحفية يسألونه 4 مرات، يعني في كل بأربع مؤتمرات صحفية في كل مؤتمر يسألونه مرة، يسألونه ما هل أنت انتقلت إلى مانشستر يونايتد؟ طبيعي ما راح يقول لكم إيه، ولا راح يعني يوضح شيء، يعني ما راح يوضح شيء. فكل مرة قاعد يقول 3 مرات قال لن أتكلم عن الموضوع هذا. في مرة واحدة ظهر وقال لا زال لدينا بطولات مع أياكس أمستردام، ولو أنه جاوب على هذا السؤال يعني لا زال عندي بطولات شوي ويجب نركز عليها بعيدين عن مانشستر يونايتد والأخبار. فكان عنده بطولة الكأس الهولندي، ولكن أقصى أيندهوفن 2-1، سجل أياكس الهدف الأول قلبوها عليهم أيندهوفن بعد خلاص. وحتى حساب مانشستر يونايتد الرسمي على انستغرام مثل ما تشايفين يا جماعة هذه الصورة، هذا حساب مانشستر يونايتد مثل ما تشايفين فوق موثق وفي علامة الصح اللون الأبيض ومحوطة بدائرة زرقاء، فحساب موثق هو حساب مانشستر يونايتد أعلن هذا الشيء بخلاص رسمي. إريك تن هاج من المدربين الراعي جدا، مدرب توماس توخيل، مدرب يورجن كلوب، مدرب أنتونيو كونتي اللي بتبنى كرة القدم الحديثة العصرية، الهجوم الشامل، كرة القدم الموضوعية. الرجل دائما يحب التحرك من دون كرة، يبي اللاعبين يتحركون، يعني كرة مع الحارس المرمى، يبي انتشار وتحرك من دون كرة اللاعبين، حيث أن لما يستلم لاعب للكرة يكون في عليه ضغط، في تحركات من دون كرة، يعني اللاعب يكون عنده أكثر من خيار. أما اللي يكون محشور في عنده خيار واحد فالخيار راح يسكر المنافس، يروح يغطي على هذا اللاعب وينحشر لاعب اللي معاه الكره وتصير هجمه مبتدئ. فهو يحب التحركات اللي من دون كره، اللعب الموضوعي الهجومي، اللعب الشامل، اطراف، عرضيات، تسديدات، هجوم شامل. والرجل مع اياكس في الدوري الهولندي بيشوف بنتائج كبيره جدا، وعند النجم الهداف سيبستان هالر اللي ما لعب في نهائي الكأس الهولندي ولعب صغير عمره 20 عام، ما أدري ليش في لعب احتياطي صغير بطوره وبحاول أطلعه للعالمية مثل ما طلع فرانك دي يونغ ودوني فان دي بيك وحكيم زياش والرائع الكبير الكبير ماتياس دالخت. طلع هذين الأربع لاعبين قاعد بشوفهم بينشطوا في أكبر أندية العالم كتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس و يعني إيفرتون. والرجل بيلعب بتشكيلة 4-2-3-1 تعتمد على ارتكازين، ولعب خلف مهاجم صانع مركز 9.5 وعلى جناحين ومهاجم بيتحرك في جميع الأماكن، بيلعب رباعي خط الدفاع وحارس. الرجل يبي يكون عنده ارتكازين اللي أما 4-2-3-1 الاثنين هذيلا، يعتمد على ارتكاز دفاعي وارتكاز هجومي يساند 9.5 فيهاجم ب4-2-4 يعني. 4-2-4 اللي يهاجم اللي لما يكون في 2 ارتكاز مع أياكس أمستردام بنشاهد ألفاريز اللي متكلف بأدوار دفاعية، واللي متكلف بأدوار هجومية هو الهولندي جرافنبرج أمام الهولندي الآخر بريغيس. هذا صراحة ما أعرف اسمه، هذا الهولندي اللي عمره 30 عام، هو وجرافنبرج في الأدوار الهجومية بالإضافة لفي سيباستان هالر، يمين أنتوني ويسار دوسان تاديتش الصربي. كرة قدم شاملة من الأطراف، يهاجم بالظهيرين تاجاليا فيجو والمغربي مصير مزراوي بالإضافة لفي مني أنتوني وفي دوسان تاديتش. في بعض الأحيان تاديتش بظلم العمق بيتخذ نقطة جزاء، وتاجاليا فيجو بيلعب عرضية وفي 3 داشين في العمق كجرافنبرج وبريتس وهالر ودوسان تاديتش 4، ممكن ينضم معاهم أنتوني. نفس الشيء بيصير على الجهة اليمنى، أنتوني بينضم العمق بالإضافة لجرافنبرج وبريغيس الهولندي والرائع سيبستان هالر وكي عرضية من مزراوي. فأشوف التحرك بدون كرة، لاعبين خط الوسط يتحركون، جميع يتحركون عشان اللاعب يكون عنده أكثر من خيار. تنهاك صفقة ناجحة لمانشستر يونايتد، كنت أتمنى أشوف كونتي قبل قدومه لتوتنهام، ولكن صار لي صار وخذوا توتنهام. ما استعي اليونايتد واختار المدرب الصحيح اللي هو إريك تن هاج، يمكن يبني مشروع، ولكن لازم تعطونه وقت في أول مباريات في الموسم القادم لن يقدم الأداء الممتاز. خلوا يشوف اللاعبين، وفي عدة لاعبين راح يطلعون، يمكن أكثر من 11 لاعب راح يبعون، راح يشوف هو بداية الموسم تجريبيا، يشوفهم التدريبات، راح يقرر من يبيع ومن يجيب ومن يستمر، وهل راح نشوف كريستيانو رونالدو يطلع؟ والله ما أدري. فهذا رأي تن هاج، صفقة رائعة جدا، كبيرة جدا، استثنائية، وأتوقع إنه راح ينجح مع مانشستر يونايتد. خلونا نروح الموضوع الثالث، برشلونة وريال سوسيداد، نتكلم عنها بشكل بسيط وسريع. برشلونة وسوسيداد مباراة أكيد راح تكون صعبة في ملعب سوسيداد، ملعب صعب ولكن
مو صعب على برشلونة في آخر المباريات، شفنا بفوز في الموسم السابق 6-1 بهدفين ميسي وهدفين الرائع ديمبلي وهدف سيرجيو نيدست وهدف أنطوان غريزمان. كان ديمبلي سجل هدفين، نيدست سجل هدف وغريزمان سجل هدف، ولكن عندي شك موضوع هدفين ديمبلي. فلم يعد صعب ملعب صعب نادي برشلونة، ملعب لانويت هو ملعب رائع جدا أكيد لانويت، يعني سوسيداد في آخر 7 مباريات يعني بتشوف إن فريق ما بيستقبل أهداف كثيرة، واليوم الفوز كان صعب، يعني هو هدف واحد رأسية من بيريم الكوبام. يعني برشلونة بدأ المباراة بأكيد تشكيلة أساسية، تشافي من دون مغامرات، ما عنده بطولة ثانية يريح اللاعبين عشانها، مباراة مهمة جدا مع ضغط بيتيس عليك، ولكن اليوم خسر أمس تعادل أتلتيكو مدريد مع نادي غرناطة 0-0 في الواندا ميتروبوليتانو. مباراة كانت صعبة جدا، فبرشلونة بدأ بالشوط الأول، هي شوط بشوط مباراة، برشلونة بدأ الشوط الأول بأفكار الهجومية المعتادة، ألفش بيضم له العمق والظهير الوهمي وبشوفه كلاعب خط وسط رابع، ديمبلي بياخذ اليمين، أراوخو وألبا وبيكي كثلاث قلوب دفاعين، ألبا بديش وديونج بيذهب لمثلث ألبا وتروس وديونج، جافي بيصبح مهاجم ثاني بيضغط على مدافعين سوسيداد بالإضافة لأوباميانغ، فيصير جافي على الفرنسي لينورماند والثاني على زودربية هذا الإسباني. فما دي كانت فكرة برشلونة، بدأت شاف المباراة بحماس بضغط بحدة شوي، لهذا السبب شفنا جافي على المدافع أوباميانغ على المدافع الثاني، تورس على الكابتن زوبلدية بالإضافة لديمبلي، بياخذ ريكو بيصير 4 مقابل 4 فبيصير مواجهات الثنائية، وهذا كان ما يسعى إليه تشافي هرنانديز. في بداية المباراة برشلونة بالضغط العالي خذ الكرة، برشلونة غيروا الملعب، كرة إلى ألبا، ألبا بيشوف المساحة، ألبا بيشوف المساحة بيرفع عرضية لجافي، جافي بيحطها راس بترجع لديمبلي، ديمبلي بركز حط تركيزه بيسدد، بيضغط عليه الحارس روميرو بيسدد بالزاوية اليسرى بتصطدم في العارضة بترجع، بعطي الهدف يعني 70% لجافي و10% لتورس و20% لأوباميانغ. صراحة جافي هو اللي راح قاتل على الكرة من بين لاعبين واستلمها، وتورس تحرك في المساحة وكان في لاعبين كاسرين مسيرة التسلل، تورس ضرب التسلل وصلت لتورس، تورس هدى فيها شاطها، أوباميانغ تحرك فصارت صناعة، أوباميانغ سجل الهدف الأول، بعدها برشلونة ارتاح، سجل الهدف الأول في الدقائق الأولى، وهذا كان ما يسعى إليه تشافي هرنانديز من حيث الضغط، إنه نبي نسجل هدف سريع نضرب نوتر المدرب وندمر أفكاره. بعد الهدف الأول شفنا التزام كبير من برشلونة وتعليمات واضحة من تشافي هرنانديز، يا داني ألبش يا جوردي ألبا سيروا قلوب دفاع بالإضافة لأراوخو وبيكي، تعال يا ديمبلي تعال يا تورس انتوا راح تصيرون الأظهرة، وباميانغ بيضغط في العمق وديونغ وبوسكيتس وجافي هم اللي بيقطعون التمريرات اللي بتوصل للثلث الأخير في منطقة التجويف. كان تقريبا برشلونة يرجع بعشر لاعبين بعيد عن شتيغن، يرجع بجميع لاعبين، وهذا الشيء الرائع في برشلونة ان تشافي صنع يعني فريق في الارتداد في التحولات ممتاز جدا، وبعد برشلونة اعتمد على الهجمات المرتدة، انطلاقات ديمبلي انطلاقات تورس كرات ديونج يمكن يصنع لك تمريره في مرتدة، وهذا ما شفناه في الدقيقة 39 كرة رائعة من فرانكي ديونج شاف فيها أوباميانغ، أوباميانغ بيسدد ولكن خارج المرمى. قبل هذا التسديدة في دقيقتين شفنا تسديدة رائعة من فران تورس، يعني تجاوز المرمى في قليل حلوة، كان فاتح معاه جوردي ألبا، كان في لاعب فاتح معاه اسمه فرانكي ديونج أوباميانغ، ولكن قرر الثقة اللي فيه وسدد تسديدة خطيرة جدا كادت انه يسجل برشلونة هدف الثاني قبل نهاية الشوط الطول. بعدها ب5 دقائق فرصة غريبة جدا اضاعها ايزاك، وصلت من شارلو النرويجي القادم من لايبزيغ الالماني، كشف ايزاك وايزاك من دون اي مراقبة، لان في 3 لاعبين جايين على شارلو ولم ينجحوا في قطع الكرة، اولهم اراوخو ثانيهم بيكي ثالثهم بوسكيتس، فبنشوف ايزاك يواجه تيرستيغن في 1-1 ولكن بضيع. بالنسبة لي رجل الشوط الأول هو كان تورس، والبا شوطه كان سيء صراحة، يعني صراحة لو شفنا لو كنت أشاهد اليوم الجناح الأيسر
عند ألفيش بعيدا عن مستوى ألبا سيء. لو كنت أشاهد ميكل أويا زبال عند جوردي عند ألفيش، كانت صراحة بالنسبة لي يعني ممكن سيناريو كل شيء بمباراة اختلف. يعني لو أويا زبال اللي مصاب برباط صليبي كان موجود، لكن شفنا يعني صراحة راح تكون صعبة أكثر على برشلونة وأصعب على داني ألفيش. ولو شفنا دافيد سيلفا بيتواجد في الثلث الأخير اليوم اللي انطرد أمام ريال بيتيس بالدقيقة 93، لكن اختلف الأمر. لاعبين مهمين في ريال سوسيداد غابوا عن هذا اللقاء، سيغيبون عن الموسم الكامل ما عدا دافيد سيلفا وأويرزابال رباط صليبي. ولكن بالشوط الأول كخطورة فرص برشلونة كان أخطر، كان في تسديدة لتورلوس مثل ما قلنا في دقيقة 37، تسديدة أوباميانغ في دقيقة 39، فبرشلونة كان يقدر ينهي الشوط الأول 3-0 أو أقل شيء 2-0. ولكن لما أتكلم عن ريال سوسيداد استحوذ على الكرة، وصلها يمين يسار، صنع فرصة واحدة اللي كانت ليزاك ولكن ضيعها. أيضا ما راح أنهي الشوط الأول بعيدا عن ما أتكلم عن جيرارد بيكيه، فهو كان يعاني في آلام. يعني برشلونة بالمباريات اللي جاي يلعب فيها كل ثلاث أيام أكيد راح يعاني. شاهدنا اليوم رباعي خط الدفاع مثل ما تشايفين أمامكم في الصورة يعانون من إصابة خرج ثلاثة وبقى جوردي ألبا. يعني صراحة جوردي ألبا كان مصاب، ولكن تشافي قال له كمل يا رجل، ما راح أخلي أربع تبديلات لمدافعين، نحتاج لاعب خط وسط ومهاجم على الأقل يعني ينعشون الفريق. بداية شوط ثاني توقعت خروج جيرارد بيكيه، ولكن شفته بيتواجد في الشوط الثاني. تشافي بعيدا عن فلسفته واسلوبه في الشوط الثاني راهن على ثلاث نقاط اكثر من الاداء واللعب، لهذا السبب شفنا الاستحواذ يروح لريال سوسيداد. فلما تروح تنظر في جوجل عبر الاحصائيات بتشوف ان سوسيداد 56% كان الاستحواذ له، هذا شيء غريب على برشلونه، ولكن هو قرار من تشافي هرنانديز. لو تشافي قال لهم مسكوا الكره ولا تضيعوا الكره معاكم، فبرشلونه الاستحواذ يا جماعه ما يعطي الكره للخصم، ولكن راهن على الدفاع كسب الرهان وفاز 1-0 مباراة صعبة جدا. بداية الشوط الثاني كان في فرصة خطيرة لسيرلوه شاطها فوق المرمى، سيرلوه أيضا ضيع انفراد أو نقدر نقول صدى له شتيجن. بعدها شفنا حتى يا جماعة جارسيا بيدخل، إنجلا بيدخل، ديست بيدخل، ديست قدم أداء جيد، كان عنده تمريرتين رائعتين لديمبلي، ولكن ديمبلي هدى فيها الوضع عشان نوم يمسكون الكرة. فوز مهم لنادي برشلونة بيعطيهم الحماس في المباراة المؤجلة يوم الأحد الأسبوع القادم أمام رايو فايكانو. فبس شباب اتمنى لكم مقطع اليوم، لا تنسوا اللايك وتنسوا سبسكرايب اذا عجبتكم السلسله، لايك واشتراك، ان شاء الله مستمرين، وانتظروا الحلقه القادمه، مع السلامه.